الحمد لله أما بعد المسلمون الذين هم مئات الملايين تعليمهم واعتقادهم أن الله تبارك وتعالى موجود بلا مكان ليس جسما لطيفا كالنور والهواء ولا هو جسم كثيف كالإنسان والحجر والشجر وأن الشيء الذي له حجم مخلوق على هذا مئات الملايين من المسلمين علماؤهم يدرسون العلم على هذا الوجه أن الله موجود بلا مكان وليس له حجم لا حجم صغير ولا حجم كبير لأن الشيء الذي له حجم يحتاج إلى من جعله على ذلك الحجم الذي هو عليه الشمس تحتاج إلى من جعلها على هذا الحجم ليست هي خلقت نفسها على هذا الحجم لا يصح في العقل والإنسان أربعة أذرع طولا وذراع عرضا مساحته لسنا نحن نخلق أنفسنا على هذا الحجم بل كل هذه المخلوقات لها خالق جعلها على هذا الحجم فلا يصح في العقل أن يكون شيء من الأجسام هو خلق نفسه على الحجم الذي هو عليه فالله تبارك وتعالى الذي خلق هذه الأشياء التي لها أجسام لا يجوز أن يكون له جسم لا يجوز أن يكون له حجم الله تعالى ليس جسما كبيرا ولا صغيرا ولا طويلا ولا قصيرا ليس له طول ولا عرض ولا سمك ولا أعضاء ولا تركيب ولا لون الله تعالى لا يشبهنا بأي وجه من الوجوه فلا يجوز اعتقاد أنه جسم ساكن في السماء أو جالس على العرش فهذا الإمام الشافعي رضي الله عنه قال من قال أو اعتقد أن الله جالس على العرش فهو كافر رواه ابن المعلم القرشي في كتابه نجم المهتدي ورجم المعتدي أحبابنا الكرام يجب على من اعتقد أن الله جسم ساكن في السماء أو جالس على العرش أو حال في مكان أن يتبرأ من هذه العقيدة الفاسدة ويتشهد ليصير من المسلمين والشهادتان هما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأنصحكم يا أحبابنا الكرام أن تتعلموا علم الدين من الثقات لتميزوا بين الحق والباطل والكفر والإيمان والحسن والقبيح والخير والشر فإن من لم يتعلم علم الدين مشافهة من الثقات وبسند متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون تائها زائغا لا يعرف كيف يخلص نفسه من عذاب جهنم أجارنا الله منها وفقكم الله لما يحب ويرضى وزادكم الله علما ونورا والحمد لله رب العالمين.